بفرحة غامرة تلقت أسرة الطفلة آلاء دعوة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتكفل المركز بنقل الطفلة إلى المملكة لعلاجها. شكر جزيل جزيل فعلا، يعني حقاً لمركز الملك سلمان حقق لنا حلم كنا يعني نسعى جاهدين، لأن احنا يعني عملنا جهد كبير ولكن لا فائدة، يعني مع بقية المنظمات وبقية هذا كلهم ما فيش أي نتيجة، لكن المركز الملك سلمان للإغاثة سهل لنا الأمور. والد الطفلة وجه شكره للمملكة ولخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على المكرمة التي حظي بها والتكفل بعلاج طفلته الذي عجز عن علاجها في اليمن. الشكر للملك سلمان بن عبد العزيز الذي هو راعي هذه السفر من شان على شان علاج الطفلة آلاء، وهذا أكبر خدمة قدمه لنا بعد الله سبحانه وتعالى. توجهت أسرة آلاء إلى مطار عدن الدولي والتي لقيت استقبالا وحفاوة كبيرة من قبل مركز الملك سلمان وقوات التحالف العربي بقيادة المملكة، والتي سهلت نقل الأسرة وغادرت اليمن لتتلقى العلاج اللازم في المملكة. غادرت آلاء إلى المملكة العربية السعودية لاستكمال علاجها، والتي حظيت برعاية كريمة من قبل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. عبد الفتاح غلاب، الإخبارية، من مطار عدن الدولي.